السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشه صفقه تبادل الاسرى المبرمه بين الحكومه الشرعيه وميليشيات الحوثي بواسطه امميه. قال بيان مشترك للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أطراف النزاع في اليمن وافقت على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين. وبحسب البيان فإن الحكومة وميليشيا الحوثي قررا البدء فورا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة بعد اجتماع دام 7 أيام في العاصمة الأردنية عمان. وحث المبعوث الأممي مارتن جريفيث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل، معربا عن تقديره لجهود التخفيف من معاناة الأسرى وعائلاتهم. وبحسب عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، إن الاتفاق قضى بالإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن. إذا نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل ستمضي هذه الصفقة قدما وما هي الضمانات؟ وهل يمكن القول أن هذه الصفقة قد تكون مقدمة لإتمام صفقات أخرى؟ إذا نبدأ النقاش بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. مجددا يعود الحديث عن صفقة تبادل الأسرى إلى واجهة الأخبار. وفي الجديد قال بيان مشترك للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أطراف النزاع في اليمن وافقت على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين. وبحسب البيان فإن الحكومة وميليشيا الحوثي قررت البدء فورا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة بعد اجتماع دام 7 أيام في العاصمة الأردنية عمان. وحث المبعوث الأممي مارتن جريفيث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل، معربا عن تقديره لجهود التخفيف من معاناة الأسرى وعائلاتهم. من جهته قال عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين ماجد فضائل إن الاتفاق قضى بالإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن. وأضاف فضائل إن هذه هي مرحلة أولى وصولاً إلى الإفراج الشامل والكامل عن كل الأسرى والمعتقلين. فهل تمضي هذه الصفقة قدماً أم أنها ستدخل في مرحلة طويلة من المخاتلة والمماطلة كما جرت العادة في تعامل ميليشيا الحوثي مع الاتفاقات السياسية؟ إذن نبدأ بالنقاش وأرحب بضيفي من صنعاء المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن السيد فريد الحميد، ومن القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ. مرحبا بضيفي، وأبدأ مع ضيفي من صنعاء المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد فريد الحميد. سيد فريد مساء الخير. سيد فريد هل تسمعني؟ لا أسمع جيدا، الصوت يتقطع. نعم الآن هل أصبح الوضع أفضل؟ هل تسمعني الآن؟ نعم الآن أفضل. أهلا بك سيد فريد وأسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا. أهلا بك. نتحدث اليوم عن الاتفاق الأخير والصفقة التي تمت فيما يتعلق بالأسرى والمختطفين، ونتساءل هنا ما هو دوركم في الصليب الأحمر في هذه الصفقة؟ في البداية نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نرحب بهذا الاتفاق ونعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. نأمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق لإنجاز عمليات إطلاق سراح المزيد من المحتجزين في المستقبل القريب. هذا الاتفاق مشجع للغاية، ولا شك بأنه سيخفف من معاناة المحتجزين وسيجلب الراحة والطمأنينة لعائلاتهم وأحبائهم كذلك. بالنسبة لدورنا فيما يتعلق بهذا الاتفاق، سنقوم ما أن تنهي الأطراف إعداد قوائم المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، سنباشر نحن بزيارة هؤلاء المحتجزين ولقائهم للتأكد
من رغبتهم بأن يكونوا جزءا من هذا الاتفاق وأن يتم نقلهم إلى الطرف الآخر. مع أن تتم تلك العملية سنقوم مباشرة بتنفيذ الجزء اللوجستي من الاتفاق المتمثل بنقل المحتجزين إلى وجهاتهم النهائية إلى منازلهم عبر وسائل المواصلات المتاحة من طائرات وحافلات إلى غيره. طيب فيما يتعلق بالضمانات، يعني هل هناك ضمانات لتحقيق هذه الصفقة وإنجاحها بالشكل المطلوب؟ يتوقف نجاح هذا الاتفاق لإطلاق المحتجزين على مدى استشعار الأطراف بأهمية الأخذ بالاعتبارات الإنسانية للمحتجزين وعائلاتهم على محمل الجد. أطراف النزاع أنفسهم فقط من يمتلكون القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم. نحن متفائلون بطبيعة الحال لأن خلال العام الماضي شهدنا عمليات إطلاق محتجزين بالمئات، سهلنا العديد من تلك العمليات ما بين الفترة من شهر أبريل 2019 إلى شهر فبراير الحالي 2020. كان هناك العديد من العمليات التي ساعدنا في تيسيرها بوصفتنا وسيطا محايدا، وهذا يعني كان كل هذا خارج إطار اتفاق ستوكهولم. فنتفائل خيرا بأن تتم الأمور وتمضي قدما. جميل، ابقى معي سيد فريد، أذهب لضيفي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل مساء الخير. أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين. أهلا بك سيد نبيل، يعني اليوم نتحدث عن الصفقة التي حدثت مؤخرا فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، يعني حدثنا أولا عن هذه الصفقة وكيف حدثت؟ طبعا في إطار جهود الأمين المبعوث الأممي مارتن جريفيث وموضوع اتفاق ستوكهولم، تعرف أن الجزء الثاني من الاتفاق كان ينص أو يخص موضوع الأسرى والمختطفين. نعم. وقد حدثت أكثر من لقاء ما بين وفدي الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية في العاصمة الأردنية عمان. ودائما ما كانت للأسف الشديد تنتهي كل هذه اللقاءات إلى لا شيء كما اعتدنا مع الحوثيين. لذلك حتى هذه اللحظة ما نزال نقول نتمنى أن يصدقوا هذه المرة وأن ننهي أزمة هؤلاء المختطفين لديهم. أيضا الآن الاتفاق على أساس أن الكل مقابل الكل وأن هذه هي المرحلة الأولى في العملية، عملية الإفراج التي تم الاتفاق عليها 1420 شخص من المختطفين والأسرى. وبالتالي ما نزال حتى هذه اللحظة نتمنى أن يكون الوعد صادقا، نتمنى أن يكون هناك جدية، نتمنى أن ينجح المبعوث الأممي وبعثة الصليب الأحمر في مهمتهم بهذا الخصوص. لأننا لكن يعني هل الاتفاق بني مارتن جريفيث باتفاق السويد ما يزال يحقق فشلا إثر آخر ولا يحقق أي نجاحات حتى الآن. 14 شهرا لم نسمع فيها نجاحا واحدا لهذا الاتفاق. نعم، بالنسبة للاتفاق يعني هل يمكن القول أنه بني على يعني ترك الأمر مبني على ضمائر كلا الطرفين فيما يتعلق بالإيفاء بتنفيذ ما اتفق عليه، أم أن هناك بالفعل ضمانات ضامنة للتنفيذ فيما يتعلق بهذا الاتفاق؟ أولا أنت تعلم أخي ويعلم الجميع أننا قبلنا بفكرة مارتن جريفيث في تجزئة القضية أو الموضوع الذي يحمله أو الملف الذي يحمله من أجل السلام بثلاث نقاط شملها اتفاق السويد، من أصل القضية برمتها وهي الثلاث القضايا التي هي قضية الحديدة وخروج الميليشيات منها من الموانئ الثلاثة، ثم موضوع الأسرى المختطفين بالإضافة إلى رفع الحصار عن تعز وفتح المعابر.
الآن نقول أننا بعد هذه الفترة كلها لم يحدث شيء، ونعود إلى نقطة أساسية، هل بالفعل نستطيع أن يكون هناك تحقيق لهذا الجانب؟ كان هناك لقاء لرئيس الجمهورية مع مارتن غريفيث في آخر لقاء بينهما، وكان المبعوث يتحدث عن جولة جديدة من المفاوضات أو المشاورات، لكن كان الرد واضحا أننا لن نتحدث عن أي جولات جديدة إلى أن يتم إنفاذ اتفاق ستوكهولم، لأننا سئمنا من هذا العبث الذي تمارسه الميليشيات في الجولات المتكررة سواء في جنيف أو في الكويت وحتى في السويد، لأننا بالفعل لم نحقق شيء مع هؤلاء، وكان واضحا منذ البداية أن هؤلاء مجرد استهلاك للوقت في كل جولاتهم وفي كل أحاديثهم. لذلك ستجد أن أي مواطن من الشعب اليمني حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث عن هذا الأمل القادم بالإفراج عن هؤلاء، ما يزال الكثير يتعاملون مع هذا الأمر على أنه هل سيصدقون فعلا، سؤال كبير ننتظر إجابته في الأيام القادمة. نعم، إذن ابقى معي سيد نبيل. أعود لضيفي السيد فريد الحميد. سيد فريد، يعني نتساءل عن تفاعل الأطراف أثناء هذا الاتفاق، يعني هل وجدتم أو رأيتم تفاعل ومصداقية لدى الطرفين فيما توصلا إليه في هذا الاتفاق، أما أن الموضوع هو فقط تلبية لدعوة المبعوث الأممي والأمم المتحدة، وبالتالي يظل الأمر مثل ما كثير من الاتفاقات التي يجتمعون ويقررون أشياء وفي الواقع لا ينفذ شيء؟ في حقيقة الأمر كما يعلم الجميع يمثل هذا الاتفاق أحد إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في ستوكهولم. نحن كلجنة دولية للصليب الأحمر وباستفادتنا رئيسا مشاركا للجنة المشرفة على الإفراج عن المحتجزين شهدنا التزاما جديرا بالثناء من جانب الأطراف بإعطاء الأولوية للاعتبارات الإنسانية بينما لا تزال المعارك دائرة. أيضا أثناء الاجتماع جدد الأطراف التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل. جميع ما ذكرت إيجابي، نحن نرحب بهذا وندعو الأطراف ونذكرهم بأهمية أن يأخذوا الضرورة الإنسانية للمحتجزين وذويهم على عين على محمل الجد. ونحن كلجنة دولية للصليب الأحمر سنبذل قصارى جهدنا للقيام بمهمتنا الإنسانية لتسهيل عودة هؤلاء المحتجزين إلى ذويهم وعائلاتهم. طيب سيد فريد، هل هناك جدول مزمن لهذا الاتفاق؟ يعني بني على هذه الصفقة أن هناك تزمين لتنفيذ هذا الاتفاق، أم أن الموضوع يعني ترك دون فترة زمنية محددة؟ حرصا منا على نجاح هذا الاتفاق لسنا في موقع يسمح لنا بالتعليق عن تفاصيل أكثر عن مضمون هذا الاتفاق في اللحظة الراهنة. طيب، فيما يتعلق بالأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن، يعني ربما هؤلاء الأربعة يفترض أنه قد تم إطلاقهم منذ النقاشات والحوارات السابقة والأولى، ولكن يعني لم يحدث شيء في هذا الملف. تم التصريح بأنه هناك شخص واحد فقط من ضمن الأربعة سيتم الإفراج عنه، يعني من هو هذا الشخص الذي يفترض أن يكون مشمول ضمن هذه الصفقة؟ مجددا نحن لسنا في موقع يسمح لنا بالتعليق عن تفاصيل الاتفاق، وبصفتنا وسيطا محايدا لا ينبغي علينا حتى أن نشارك في عملية اختيار الأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم، تلك المسؤولية تقع على عاتق الأطراف أنفسهم. دورنا يقتصر في تيسير عملية الإفراج، ما أن تتفق الأطراف على القوائم سنقوم بمباشرة عملنا على ذلك الأساس كما شرحت سابقا. جميل، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كنت معنا من صنعاء. شكرا جزيلا لك، وأعود
لضيفي وكيل وزارة حقوق الإنسان يعني سيد يعني نبيل. لو تحدثنا عن الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن والذي كان يفترض أنه قد تم الإفراج عنهم منذ بداية الحوارات التي تمت في السابق، اليوم يتم الحديث عن شخص واحد فقط، يعني بصفتكم مطلعين ومرتبطين بشكل مباشر فيما يتعلق بالجانب الإنساني والاتفاقات التي تحدث في هذا الشأن، من هو هذا الشخص المشمول في هذا الاتفاق مؤخرا؟ طيلة السبعة الأيام الماضية التي كانت في المشاورات في هذا الأمر في عمان كان الحديث حتى الآن حول قوائم معينة، سيكون هناك جانب تنفيذي لهذا الاتفاق، وسيتم الاتفاق على الألف والأربعمائة وعشرين بأسمائهم. حتى الآن لم تتضح الصورة تماما من هم سيكونون في هذه القوائم، بالإضافة إلى الشخص الذي سيكون من أحد الأربعة. وإن كنا نقول أن هذه واحدة من الأشياء المعيبة في حق الأمم المتحدة وحق مجلس الأمن الذي اتخذ القرار 2216 ووضع ضمن بنود ذلك القرار العمل من أجل الإفراج عن الأربعة المشمولين داخل القرار، ونأتي الآن بعد مرور أكثر من أربع سنوات من هذا أو خمس سنوات الآن من هذا القرار لنتحدث عن إفراج عن واحد ثم اثنين، بمعنى أن الأمم المتحدة كان يفترض أن تكون عند مستوى قرارها وتعمل على إخراج هؤلاء بكل الوسائل اللازمة لهذا العملية لهذه العملية. نعم، لكن سيد نبيل من هو هذا الواحد يعني، أو من ترجحون أن يكون هذا الواحد يعني من خلال المتابعة؟ أخي العزيز حتى الآن الاتفاق في إطار لجنة الحكومة الشرعية و الميليشيات الحوثية بأن كل ما يخص التفاصيل الخاصة بالألف والأربعمائة والعشرين بما فيهم الواحد من الأربعة حتى هذه اللحظة لم يتم القرار عن الإفصاح عن كل هذه الأسماء، وبالفعل حتى الآن لم يصلنا أي تسريب لهذا الأمر. ننتظر فقط انتهاء أعمال اللجنة، لأن الأعمال ما زالت مستمرة، وطالما العمل ما زال مستمر سيظل هذا الموضوع حتى يتم الإعلان عنه رسميا. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. وأرحب الآن بضيفي من تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي. سيد ياسر مساء الخير. أهلا مساء النور، أهلا بك وبالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم. أهلا بك سيد ياسر. هناك اتفاق مؤخرا ما بين الشرعية والميليشيا على صفقة تبادل جديدة للأسرى والمعتقلين، كيف تنظر إلى هذا الاتفاق؟ أولا باعتقادي أن هذا ليس باتفاق جديد، هذا هو مسار اتفاق ستوكهولم الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. باعتقادي أن هذا الاتفاق أي اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين هو بوابة العبور أو الجسر الأول لبناء الثقة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. هذا الملف يمكن أن يكون إذا ما بنيت الثقة في إتمام صفقة التبادل الكل سيكون هناك قد ابتعدت كثير من الحواجز بين الشرعية والحكومة اليمنية فيما يتعلق ببقية الملفات الشائكة، خصوصا ملف الحديدة وملف تعز أو كثير من الملفات الأخرى لم يتم الاتفاق حولها حتى الآن، وهي المتعلقة بإنهاء الحرب والسلام الداعم وغيره من الأشياء. بالتالي فأنا أعتقد أن هذا الملف، الملف الإنساني، ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، هو ملف مهم لبناء الثقة بين هذه الأطراف، وبالتالي يجب على هذه الأطراف أن تعمل بجدية حول هذا الملف، تعمل بكل ما
بوسعها من أجل إتمام هذه الصفقة. أعتقد أن هذه الصفقة تمت تكون لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، يكون بهذه الصفقة قد حاجز مهم في الرتابة الحاصلة في الملف اليمني. هذه الصفقة التي تتحدث عن أكثر من 1400 أسير ومعتقل فيما لو تم، مكسب مهم أولا للأطراف التي تتحمل عبء هؤلاء إنسانيا وأخلاقيا وحقوقيا، إضافة إلى أنها ستكون مكسب لهؤلاء الضحايا أنفسهم وخصوصا فيما يتعلق بالمدنيين منهم. طيب سيد ياسر، هذا الملف منذ أن تم اتفاق ستوكهولم، يعني إلى أي مدى يعني حقق تقدم فيما اتفق عليه في تلك الفترة، ومقارنة ببقية الملفات يعني هل يعتبر أن هناك إنجاز ملفت في هذا الملف، أم أن الواقع منذ اتفاق ستوكهولم وحتى الآن يعني لم يسجل إنجاز بتلك الطريقة الملفتة؟ أعتقد أنه لم ينجز من اتفاق ستوكهولم غير قليل من إطلاق النار الذي حدث في ملف الحديدة، غيرها من البنود التي نص عليها اتفاق الحديدة لم تنجز حتى هذه اللحظة. هذا الملف فيما لو تم أو فيما لو اكتمل العمل به سيكون هو الملف الأول الذي أنجز، خصوصا ونحن نتحدث عن 1400، بالتالي فإن هذا الملف الأول الذي يمكن أن يكون بوابة العبور كما قلت لحلحلة الملفات الأخرى، ملف الحديدة وملف تعز. ذكرت أن هذا الملف هو فيما لو أنجز سيكون مكسبا لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن الذي يعمل أو عمل جاهدا منذ تعيينه المبعوث الأخير، منذ تعيينه أو حتى منذ اتفاق توقيع اتفاق ستوكهولم قبل سنة وثلاثة أشهر تقريبا. لم يتمكن من المبعوث الأممي غير إنجاز ما يتعلق برفع جزئي للحصار المفروض على مطار صنعاء، وبالتالي فإنه سيكون إنجاز مهم لمكتب المبعوث الأممي، علاوة على أنه سيرفع من الأثقال على هذه الأطراف التي تعتمد أو اتهمت حقوقيا وخصوصا ميليشيات الحوثي بكثير من الجرائم التي مورست ضد هؤلاء المعتقلين والأسرى، وخصوصا ما يتعلق بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والحاقة بالكرامة التي استخدمت ضد هؤلاء في كثير من السجون الخاصة والسرية التي اعتمدتها ميليشيا الحوثي أو حتى الأطراف الأخرى. نحن نتحدث عن أن كل الأطراف حق هؤلاء كثير من الجرائم، وبالتالي ما لو أنجز سيكون بادرة أمل لهذه الأطراف أن تجلس سويا على طاولة حوار أخرى، إضافة إلى أنه هذا الملف إنساني بحت، كان يجب أن لا يدخل في باب المفاوضات والمساومات بين الأطراف، وملف إنساني يجب على كل الأطراف أن تعمل على الإفراج عن المعتقلين المدنيين بموجب التزاماتها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني العرفي، إضافة إلى فيما يتعلق بالأسرى كان يجب على هذه الأطراف أن تعمل على تبادل هؤلاء الأسرى منذ وقت مبكر. نحن نتحدث عن وضحت الصورة، خمس سنوات لا نعرف ما المكسب الذي يمكن أن تجنيه هؤلاء الأطراف من حبسهم طوال هذه الفترة، وهي باستطاعتها أن تبادل هؤلاء الأسرى بأسرى آخرين. جماعة الحوثي مثلا منذ خمس سنوات تحتجز أربع شخصيات أو لنقل شخصيات كبيرة، من بينها معتقلين مدنيين أو سياسيين، من بينها
لا مصلحة لجماعة الحوثي في أن يظل هذا السلاح. يعني هي شخصيات أيضا كان يفترض أن أن أن, أن يتم إطلاق سراحها منذ اللحظات الأولى ومنذ أن صدر قرار مجلس الأمن بشأن الإفراج عنهم. إذن وضحت الصورة وفقد دهمنا الوقت. أشكرك جزيل الشكر سيد ياسر المليكي ناشط حقوقي، كنت معنا من تعز، ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.